طاب مساءكم وأهلا بكم في هذه التغطية الحية المباشرة من القاهرة الإخبارية لتداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من تركيا وسوريا، حيث يتواصل السباق مع الزمن من أجل العثور تحت الأنقاض على ناجين محتملين. فلليوم السادس على التوالي تستمر عمليات البحث، بينما حصيلة الضحايا لم تتوقف عن الارتفاع منذ أن هز الزلزال المدمر تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي. نذهب الآن مباشرة لمتابعة كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جولة التفقدية لإحدى المناطق المنكوبة جراء الزلزال. والشرطة والجيش والجندرمة والأجهزة الأمنية بكامل تشكيلاتها تحركت وتم توجيهها إلى المنطقة مباشرة من قبلنا، كما أن الوزارات والمحافظات ورؤساء البلديات والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني أيضا منذ أول يوم تعمل عن كثب وتعمل على قدم وساق في المنطقة المنكوبة. وفي هذا الإطار، مع الصعوبات التي جلبتها الظروف المناخية الصعبة أيضا، وإلى جانب الظروف الصعبة عموما هنا، وشهدنا مصاعب كثيرة أيضا في هذه المرحلة وفي المنطقة المنكوبة، لكن لم نسمح لأي عائق أن يحول بيننا وبين إمداد مواطنينا. طبعا هنا شهدت بعض التأخيرات وبعض النقص، لكن النضال المستميت والكفاح المستميت الذي بذلته بلادنا بشعبها ودولتها لا يمكن لأحد أن ينكره، إذ هو واضح لكل ذي عيان. وطوال فترة الزلزال وفترة الكارثة شهدنا مرة أخرى كيف أن شعبنا هو شعب عزيز متآخم متضامن، وبهذا الشعب المتضامن وهذا الشعب البذول سنتجاوز هذه الأزمة، وبإذن الله بهذا الشعب بشعب هكذا سنتجاوز، وأؤمن جازما أننا سنتجاوز كل كارثة، ولا يمكن لكارثة أن لا نتجاوزها بهذا الشعب. اعتبارا من يوم الخميس انتهينا من أعمال البحث والإنقاذ في أوفا، وأعمال رفع الأنقاض والأعمال الأخرى سننهيها في أقرب فترة ممكنة، ونبدأ أعمال الإنشاء وإعادة إحياء هذه المناطق المنكوبة. سابقا في فان وإلز وملطيا وإزمير شهدت زلازل، وأيضا في خاستمون وبرتن وسينوب وجيرسون شهدنا سيولا، كما شهدنا في أنطاليا ومولا حرائق. هذه المناطق المنكوبة جميعكم شهد كيف أننا أحيينا هذه المناطق بعد هذه الكوارث، ومثل ما قمنا بذلك وأحيانا هذه المناطق إن شاء الله سنضمن جراحات هذه المناطق المنكوبة في الزلزال الأخير إن شاء الله، كما قمنا بالخطوات ونقوم بالخطوات التي تخفف من أثر هذا الزلزال، ونقوم بها بهذه الخطوات أولا بأول. المواطنون الذين فقدوا منازلهم وباتت منازلهم في وضع لا يصلح للسكن، وفرنا لهم ونوفر إمكانيات السكن في المحافظات نفسها والمحافظات المجاورة أيضا. وفي هذا الإطار فالفنادق والسكنات الطلابية الموجودة في جميع أنحاء محافظاتنا خصصنا أماكن لأولئك المنكوبين، فقط التابع ضمن المؤسسات والمنشآت التابعة لوزارة التربية والتعليم، وفرنا إيواء ل 460 ألف مواطن، كما أنه في
أماكن الإقامة المؤقتة يوجد 1,100,000 شخص يأوي هناك، كما أنه بشكل يغطي كل أصحاب المنازل وأصحاب البيوت المستأجرة. شكلنا برنامجا للدعم بالإيجار يتراوح يغطي المساحة بين الأسعار بين 2000 وبين 5,000 ليرة، كما قررنا قرارا سنمنح بناء عليه 15,000 ليرة للعائلات المنكوبة، وكما نتخذ كل التدابير التي تعين مواطنينا على تضميد جراحهم، ونسعى في هذه الأيام الصعبة لألا نترك مواطنينا وحدهم، ونقوم بكل اللازم لكي نؤويهم ونسد كل احتياجاتهم ونقوم باللازم، وسنقوم بكل ما يلزم في هذا الإطار. بعض المحافظات سنحييها من جديد وسنعاود إنشاء المشاريع. هذه المرحلة التي تشمل إعادة إنشاء 100,000 وحدة سكنية، نؤمن جازمين بأننا سننجح في هذه المرحلة. أطلب منكم سنة واحدة بإذن الله، خلال عام واحد سنقوم بإنشاء هذه الوحدة السكنية وسنحييها بسكانها مرة أخرى، وهذا وكما كان في كل مرحلة من مراحل تاريخنا المشرف، سنقضي هذه المرحلة ضمن تعاون وتضامن كامل. حالات الطوارئ والمناطق المنكوبة ضمن هذه الإطارات والحالات الطارئة قمنا بوضع كل الآليات اللازمة لإعادة الحياة إلى أمورها الطبيعية، وكما مددنا عطلة التربية والتعليم إلى تاريخ 20 شباط في كل المحافظات التركية، وأيضا في المدارس التي هي موجودة في المناطق المنكوبة لن يطلب دوام إلزامي من طلاب المدارس في المناطق المنكوبة، وأيضا العائلات الذين يرغبون في نقل أولادهم إلى مدارس أخرى في محافظات أخرى ستوفر لهم التسهيلات اللازمة، وأيضا للعاملين والتجار وكل قطاعات الشعب نقوم بخطوات مماثلة لتوفير التسهيلات اللازمة، وكما نواصل علاج وحماية الأطفال الذين تم إنقاذهم دون عائلاتهم، ونواصل الأعمال في هذا الإطار، كما نقلنا مرضانا والجرحى المتضررين من الزلزال جويا وبريا وبحريا، وتتم متابعة علاجاتهم ومعالجتهم عن كثب، كما أننا نقوم بالخطوات اللازمة لأولئك الذين يقومون بأعمال النهب، وكذلك من يرفعون الأسعار ويغالون فيها، وقد أصدرنا التعليمات اللازمة لوزارة التجارة وغيرها في هذا الإطار، كما أننا نقوم بالخطوات والتدابير اللازمة لمن يتداولون المعلومات المغلوطة وحملات التشويه والتحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، ولن نتسامح ولا نكون متسامحين معهم. نحن كشعب وكدولة كما تجاوزنا العديد من الكوارث والنكبات، إن شاء الله سنخرج من هذه الكارثة أيضا، وجبيننا وضاح لامع. خلال المرحلة السابقة بالتكبيرات والتسبيحات وذكر الله سندفن شهداءنا، وثم سنواصل الانتقال إلى مشاريع الإحياء والإنشاء. نحن أمة وشعب يؤمن بأن مع كل عسر يسرا، ليست لدي أدنى ريبة في أننا سنتجاوز هذه الكارثة. أسأل الله العون وأحييكم مرة أخرى ومرارا، دمتم في أمان الله.
إذن من شانلي أورفا التركية، يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر الإحصائيات الخاصة بالضحايا الذين وصلوا إلى 21,848 ضحية، وارتفاع المصابين إلى 80,104 مصابين. الرئيس التركي تعهد أيضا بإعادة إعمار المناطق المنكوبة، وطلب من الشعب التركي الانتظار وإمهاله سنة واحدة، تعهد خلالها أن يعيد الحياة مرة أخرى إلى هذه المناطق بعد إعادة إعمارها. وقال إن أعمال الإغاثة والإنقاذ قد توقفت في شانلي أورفا منذ يوم الخميس، وهذه المدينة دخلت مرحلة إعادة الإعمار، وتحدث عن صعوبات قاسية واجهتها فرق الإنقاذ في هذه المناطق خاصة الظروف المناخية الصعبة، لكنه تعهد بتذليل كافة العقبات التي لن تثني الحكومة التركية، كما وصف عن إغاثة المنكوبين. كذلك أعلن تأجيل الدراسة إلى 20 فبراير الجاري، وتذليل كافة العقبات للأسر للمحافظة على مستقبل أبنائهم وعدم التزامهم بالدوام أو الحضور الدائم. وكذلك تعهد بأنه لن يتسامح مع أي من يقوم بترويج أو تداول معلومات مغلوطة وتشويه للحقائق خلافا للجهود التي تقوم بها الحكومة التركية. أعلنت السلطات التركية استمرار الهزات الارتدادية في عدد من المحافظات جراء الزلزال الذي ضرب البلاد. هذا وتشير دوائر اقتصادية إلى أن تركيا تحتاج إلى سنوات لتجاوز أثر هذه الكارثة. يوم جديد على وقوع المأساة، وكلما مر الوقت ازداد حجم الكارثة. أرقام تتضاعف في سجلات الضحايا والمصابين، هزات ارتدادية لا تتوقف تذكر بالزلزال الأكبر، ومزيد من مراكز الإيواء والخيام تقام لإيواء المتضررين، وعشرات الآلاف ممن تم إجلاؤهم من قبل السلطات التركية. تضاءلت بحكم المنطق فرص العثور على ناجين، لتنتقل الجهود من مرحلة الإنقاذ إلى انتشال الجثث. ورغم ما يعتصر القلوب من ألم، فإن الأمر لا يخلو من أمل. فرق الإنقاذ على الأرض من تركيا وخارجها تواصل جهودها، مستخدمة كل ما لديها من إمكانات بشرية ومادية وحتى من الكلاب المدربة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح بريئة ربما لا تزال في أعمارها بقية. نعمل معا لإنقاذ الناس، ولحسن الحظ وجدنا البعض على قيد الحياة، ولسوء الحظ توفي آخرون، ونقوم بمساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة. وأمام تفاصيل المأساة، تواصل العديد من دول العالم إرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية إلى تركيا. وأمام هول الصدمة، فإن تقديرات دوائر اقتصادية عالمية تشير إلى أن الخسائر التي خلفها الزلزال قد تصل إلى 40 مليار دولار، غير أن خبراء يشيرون إلى أن مسألة التعافي من هذه الكارثة يحتاج إلى سنوات ومبالغ تفوق هذه الأرقام. هذه متابعة مستمرة على الأرض لجهود المساعدة والإنقاذ مع مراسل القاهرة الإخبارية عمر أحمد، ينضم إلي من أنقرة. عمر، أهلا بك. إذن دعني أتعرف منك أولا على آخر الحصيلة كما أعلنها الرئيس التركي، وآخر الجهود التي تقوم بها فرق الإنقاذ والإغاثة على الأرض للانتشال أو للبحث. نعم رغدة، قبل خروجي على الهواء مباشرة كانت جهود فرق الإنقاذ تعمل على استخراج شابة بعمر 16، وبعد 133 ساعة جاءت أخبار المعجزات حقيقة باستخراج العديد من الأشخاص، شابة بعمر 20 وطفلة بعمر 4 سنوات تم استخراجهم من تحت الأنقاض. لا يزال الأمل موجودا في الكثير من المناطق في غازي عنتاب وفي كهرمان مراش في هطاي، كذلك هناك أصوات لا تزال تخرج من تحت الأنقاض، تحاول فرق الإنقاذ بشتى الوسائل الوصول إليها وإخراجها وزيادة عدد الناجين من هذه الكارثة الضخمة. طبعا الحديث عن 21 ألف وأكثر من
21,800 ضحية وأكثر من 80,000 جريح. هذه حصيلة الزلزال حتى الآن. الرئيس التركي كان قد أشار إلى أن تأثير هذا الزلزال تضاعف يعني أكثر من 3 أضعاف زلزال إسطنبول في عام 1999. كذلك إدارة الكوارث التركية كانت قد قالت بأن تأثير هذا الزلزال خصوصا الزلزال الأول الذي ضرب المنطقة يعادل بدماره بحجم الدمار الذي خلفه 500 قنبلة نووية. لهذا السبب نجد كل هذا الدمار. نحن نتحدث عن 10 مدن يعني أكثر من نصفها سوية بالأرض والنصف الآخر غير صالح للاستخدام. يتم حاليا الحديث عن يعني طبعا إعادة إنشاء من الصفر. الرئيس أردوغان يعني بما بين السطور الذي تحدث بها قبل قليل يبدو أن إعادة الإنشاء وإعادة إنشاء هذه المدن سيكون على رأس حملته الانتخابية. حقيقة يتم الاستهداف هنا لأكثر من 20 مليون إنسان تأثر بهذه الكارثة. وكذلك بالنسبة لي يعني قوله بأننا لن نسمح لأحد بأن يستغل هذه الفرصة هو يلمح إلى حقيقة عمليات التحريض التي خرجت في الآونة الأخيرة بعد أيام من حدوث هذه الكارثة خصوصا ضد السوريين الموجودين في المنطقة بكثرة باتهامهم بعمليات السلب والنهب وكذلك انتشار ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي بشدة وبكثرة شديدة. حقيقة زعيم حزب النصر المعروف يعني بأقواله بأنه سوف يرسل كامل السوريين واللاجئين بمختلف جنسياتهم خارج تركيا يوم أمس قام بنشر تغريدة له اتهم بها أحد الشباب بأنه سوري يحاول سرقة هاتف جوال من عنصر للإطفاء في أثناء مؤتمر صحفي لنائب الرئيس التركي. فتبين فيما بعد أن الشاب ليس سوريا بل تركيا وكذلك تبين أنه لم يكن يسرق بل يعني تناول هاتفه المحمول من جيب إلى جيب آخر وهذا الشاب صرح بأنه سوف يسلك الطرق القانونية يعني رفع دعوى ضد طيب عمر زعيم صار على هذه نعم. يعني هذا الاتهام في هذه النقطة نعم. تحديدا طبعا. عمر هل الشعب التركي في ظل هذه الكارثة مهيأ لمثل هذا الخطاب السياسي سواء من جانب الرئيس في مثل ما قلت أنه يروج لحملته أو ربما يبدأ لحملته الانتخابية أو حتى من أحزاب المعارضة التي وجهت انتقادات للحكومة ووصفتها بأنها لم تنجح في إدارة هذه الأزمة هل الأتراك مهيئون لهذا الخطاب؟ في الحقيقة الأتراك اليوم إن كانوا في المناطق المنكوبة لا يفكرون بشيء سوى بعوائلهم والأرواح التي فقدوها تحت الأنقاض لا يستمعون حقيقة لهذا النوع من الخطاب السياسي ولكن حقيقة هي حقيقة أن عدم التنظيم وعدم التنسيق الذي يعني تماشى مع هذه الكارثة يعني أدى إلى ردود فعل قاسية. نحن نشهد ردود الفعل من المواطنين أنفسهم بعد أيام لم تصل فرق الإنقاذ إلى بعض المناطق خصوصا في ولاية حطاي. هناك الكثير من المواطنين الذين يقولون بأننا نسمع أصوات كنا نسمع أصوات أقربائنا وأولادنا تحت الإنقاذ ولكن تأتي فرق الإنقاذ فتنظر إلى البناء ثم تعود أدراجها تحت ذريعة بأنهم سوف يقتلون المواد والمعدات اللازمة ولا أحد يتدخل سوى بعض المتطوعين الذين ليس لديهم خبرة في هذه المجالات. هناك عدم تنسيق وعدم تنظيم كبير جدا حقيقة. الجميع هنا في تركيا قبل حدوث هذا الزلزال كان يتحدث عن أن تركيا لديها يعني تجربة كبيرة وواسعة في موضوع التعامل مع الزلازل وآثارها خصوصا بعد زلزال عام 1999 ولكن بعد هذا الزلزال أصبح الحديث عن أن تركيا تخلت عن هذه التجربة وأصبح الحديث عن انتظار الأوامر من الأشخاص المعنيين للتحرك. المعارضة التركية تتحدث كثيرا عن أن
في الأيام الأولى لهذا الزلزال، وهي الأيام الأكثر أهمية لهذا الزلزال، كان يجب تنسيق وتنظيم عملية توزيع فرق الإنقاذ والمواد والمعدات الثقيلة بشكل ممتاز جدا لكي يتم التغلب على آثار هذا الزلزال المدمر، ولكن يتحدثون عن الكثير من المعدات الثقيلة كانت تقف إلى جانب الطريق وتنتظر الأوامر حتى تتحرك إلى النقاط المعنية. فهذا الشيء أدى إلى يعني سخط إن كان على الجانب المواطن التركي أو من طرف أحزاب المعارضة التي نسبت الموضوع إلى النظام الرئاسي الذي يرتبط بالشخص الواحد وانتظار الأوامر من هذا الشخص. طبعا الحديث عن فرض حالة الطوارئ، كذلك أردوغان يتحدث عن أن فرض حالة الطوارئ ستمكن الحكومة من التعامل مع إن كان من يسلب وينهب وإن كان من يعني يتاجر بهذا الموضوع. المعارضة التركية تقول ليس هناك داعي لفرض حالة الطوارئ للتغلب على هذه المشاكل. الدستور التركي ويعني التعامل مع هذه المشاكل واضح، وبإمكان الحكومة التعامل معها بدون فرض حالة الطوارئ. طيب، في المؤتمر الصحفي الذي انتهى منذ قليل في شانلي أورفا، الرئيس التركي تعهد بأنه خلال عام سيقوم بإعادة الحياة مرة أخرى وإعمار كل المناطق المنكوبة التي طالها الدمار وإعادة تأهيل المباني المتضررة فقط في خلال عام واحد فقط، في ظل ما تذكره أنت عمر من أنه بعد 5 أيام من الزلزال لا يبدو أن لدى الحكومة التركية خطة واضحة للتفكير بمستوى استراتيجي. الأمر ليس مرتبط فقط بالحصر والإحصاء بأعداد الضحايا أو أعداد المصابين، ولكن مرتبط أيضا بكيف تتصرف مع الاحتياجات العاجلة، الكهرباء، الطاقة، الطرق وغير ذلك من أمور. هل الرؤية واضحة لدى الحكومة التركية في هذا الأمر؟ لا في الحقيقة، لذلك وصفنا الأمر في البداية بأنه إحدى الحملات الانتخابية. الرئيس أردوغان يتحدث قبل قليل قال أريد منكم سنة لإعادة إنشاء المنطقة من البداية. هذا وعد انتخابي حقيقة. في ظل الأجواء الأزمة الاقتصادية الموجودة وفي ظل الدمار الهائل الموجود حاليا، بكل تأكيد يمكن للحكومة أن تعيد إنشاء بعض المناطق، ولكن إعادة إنشاء هذه المدن بشكل كامل خلال سنة حقيقة يعني حسب الخبراء في هذا المجال صعب، وصعب جدا. الأمر يحتاج إلى سنوات لإعادة تأهيل هذه المنطقة، إن كان في البنية التحتية إن كان في المباني، ولكن الحديث هنا اليوم عن انتخابات سوف تجري وانتخابات مهمة، والمنطقة هنا المنطقة التي ضربها الزلزال فيها العديد من يعني نسبة كبيرة من الأصوات لم تكن يعني لصالح حزب العدالة والتنمية. نحن نتحدث عن أصوات الأكراد وأصوات يعني طوائف أخرى موجودة في هذه المنطقة، وهذه الأصوات بالعموم لم تكن لا في السابق ولا حاليا تعطي أصواتها إلى حزب العدالة والتنمية، لذلك تحول هذا الموضوع ويتحول بشكل تدريجي إلى وعود انتخابية حقيقة. نعم، شكرا لك من أنقرة مراسلنا عمر أحمد مراسل القاهرة الإخبارية، وبالتأكيد المتابعة معك مستمرة دائما في تغطيتنا على شاشة القاهرة. شفت ليش؟
في سوريا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى أكثر من 4400 شخص، بالإضافة إلى إصابة الآلاف. وتواصل فرق الإنقاذ لليوم السادس على التوالي وهداه لرفع الإنقاذ وسط تضاؤل فرص العثور على ناجين. يأتي هذا فيما حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن الزلزال قد يكون شرد 5,300,000 شخص في سوريا، التي تعاني أساسا من نزاع دام منذ نحو 12 عام. من جهته قال نائب مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى إن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال نحو 2950 شخصا من تحت أنقاض المباني. وانتقد المسؤول السوري تأخر وصول المساعدات والأليات التي طلبتها سوريا لإنقاذ المنكوبين في مناطق بشمال غرب البلاد. وأشار المسؤول السوري إلى أن الأمم المتحدة أكدت وقوفها إلى جانب المنكوبين، لكن ذلك لم يحدث ربما لاضطرابات الأوضاع بالأماكن والمناطق المنكوبة في البلاد. الإنسانية قبل السياسة والإحساس قبل المنطق، في هذا الظرف الذي يزيد معاناة السوريين أضعاف معاناتهم طيلة السنوات الماضية. معاناة الماضية تعايش معها السوريون بنزوح في الداخل أو لجوء في الخارج، هي معاناة في كل الأحوال. ورغم حالة الاضطرار فيها، إلا أنها كانت محور جهد متداخل محلي وإقليمي ودولي. أما كارثة الزلزال المدمر فلا كلام يصف الفاجعة أو يعوض الأنفس المكلومة التي لم تلتئم جراحها بعد منذ سنوات بتعقيدات سياسية وحسابات مرتبكة إقليميا ودوليا. وبينما تتواصل جهود الإنقاذ وانتشال الضحايا، وصلت إلى سوريا مساعدات من عدد من الدول العربية والأجنبية. مساعدات من عديد دول لا تناسب الكارثة وتداعياتها في سوريا، الأمر الذي حذر معه الأمين العام للأمم المتحدة من تسييس المشهد. فالزلزال واحد والكارثة واحدة والتفاصيل متشابهة بل وتتفاقم في سوريا. بعد آخر للأزمة تمثل في المقابر التي دمرت مع الزلزال، وبات دفن الضحايا معضلة أخرى. في بلدة جندريس بمحافظة حلب يقوم متطوعون بحفر مقابر جماعية للعديد من الضحايا المجهولين. والله نحن من مخيمة عزاز يا زباغ الجبل، وعم نجي هون نساعد الناس، عم نطلع ما في لا يد عاملة، ما في حدا عم يساعد الناس، عم تجيني أطفال مجهولة، ما في حدا عم يغبر، ما في حدا عم يحفر. عم نجي نحن من مخيمات نتجمع شباب 20 شاب، عم نجي بنحفر هون وشوفت عنكم، عم نشتغل نساعد هالناس. وأمام مأساة تتشعب أبعادها في سوريا يثور التساؤل، هل يهرع العالم لإغاثة ونجدة السوريين أم سيتركون في طقس شديد القسوة وإمكانيات غاية في الضعف يعانون أحياء وأمواتا؟ تفقد مدير منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم عدداً من المستشفيات ومراكز الإيواء في مدينة حلب شمالية سوريا. كان أدهانوم قد وصل إلى مطار حلب في وقت سابق اليوم في زيارة إلى سوريا للوقوف على حجم الدمار وتقييم احتياجات البلاد جراء الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي سوريا. وأكد لدى وصوله أنه تم إحضار 35 طناً من المعدات الطبية الحيوية اللازمة للتعامل مع الحاجات الأساسية أساسية للمصابين المتضررين جراء الزلزال. كما قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري إن سوريا عانت من ولاية الحرب التي أدت إلى تدمير الأنظمة الصحية التي تعاني الآن من هشاشة مخيفة كما وصفها. وخلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة في حلب وحضرته القاهرة الإخبارية، أشار المنظري إلى أن فرص العثور على أحياء تضاءلت بالفعل، إلا أن الأمل لا يزال قائما في العثور على الناجين. وصلنا إلى سوريا خلال اليومين الماضيين، وقمنا بزيارات ميدانية إلى محافظة اللاذقية والمناطق المحيطة بها، وحاليا موجودين في حلب. قمنا بزيارات ميدانية، تفقدنا بعض المواقع، ويعني كما هو
ظهر في وسائل الإعلام المختلفة هناك فعلا كارثة حقيقية أصابت هذه الأجزاء من سوريا. يعني تهدمت الكثير من المباني، عدد كثير منها كذلك يعني آي للسقوط، مما أدى إلى خروج الكثير من المواطنين يعني نوعا ما إلى أماكن إيواء مختلفة، في المساجد، في الكنائس، في المدارس، في الصالات الرياضية. فقدوا الكثير من أهاليهم، وقصص مؤلمة جدا جدا. المصابين كذلك يعني عدد كبير، ولكن ولله الحمد يعني تمكنوا من الحصول على خدمات صحية. في غضون ذلك، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث إنه يأمل في وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعارضة في سوريا، لكنه أكد أن الأمر لم يتضح بعد. وأكد جريفيث أن الأمم المتحدة تعتزم توجيه مناشدة قريبة لعملية تستمر 3 أشهر في سوريا وتركيا، واعتبر أن ما حدث في مركز زلزال جنوبية تركيا هو أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة منذ 100 عام. هذا وتواصل دول العالم تقديم المساعدات الإنسانية إلى تركيا وسوريا لدعم جهود إغاثة المنكوبين، وتنوعت أشكال الدعم بين مواد غذائية وفرق إنقاذ وإغاثة بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 25,000 شخص في سوريا وتركيا. وما زالت الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية تتدفق عبر الحدود السورية التركية في طريقها إلى متضرري الزلزال وتلبية الاحتياجات المتزايدة. يأمل المتبرعون في أن تسهم تلك المساعدات في التخفيف من وطأة الكارثة التي ألمت بالشعب السوري. في العرض التالي نستعرض أهم تلك المعابر.
دمار واسع خلفه زلزال الاثنين الماضي في تركيا وسوريا، لا سيما في المناطق الحدودية بين البلدين. أثار هذا الزلزال امتدت من الولايات التركية الجنوبية مرورا بحلب في سوريا وصولا إلى طرطوس، وهو ما يرصده لنا الزميل حسان بشير في هذا العرض. طال الدمار الذي خلفه زلزال تركيا وسوريا العديد من المناطق فيما بينهما، لا سيما الحدودية بين البلدين. نستعرض في هذا العرض التالي خريطة تلك المناطق. في سوريا ضرب الزلزال محافظات شمال غرب البلاد، وهي حلب وإدلب وحماة واللاذقية وطرطوس وصولا إلى دمشق التي شعر سكانها بالهزة الأرضية. غير أن المحافظات الأكثر تضررا جراء هذا الزلزال هي حلب واللاذقية، إذ تعيش مدينة حلب أجواء قاسية، لا سيما في ظل غياب الآليات المتطورة ووسائل التقنية الحديثة للمساعدة في البحث عن ناجين تحت الأنقاض. في اللاذقية تزايد أعداد المشردين بلا مأوى. أما في تركيا فقد ضرب الزلزال معظم الولايات الواقعة بجنوب وشرق البلاد، من أبرزها كهرمان مرعش، شالي أورفا، مالاطية، أديمان، غازي عنتاب، كيليس، عثمانية، هاتاي وأضنة وديار بكر أيضا. كهرمان مرعش هي مركز الزلزال الذي بلغ عمقه قرابة 18 مترا، لذا فإن نصف المدينة تقريبا سوي بالأرض ولحقها دمار شبه كامل في البنية التحتية. هاتاي التركية أيضا تعد من أكثر المناطق تضررا بعدما طال الدمار 80% منها، كما أن الوصول إلى المدينة أصبح صعبا بعدما باتت الطرقات متقطعة. في أنطاكيا عاصمة هاتاي غالبية المباني لم تعد صالحة للسكن، معظم الطرق بداخل المدينة لم تعد صالحة للاستخدام بسبب التصدعات التي طالتها جراء الزلزال، بينما ميناء الأسكندرون بأنطاكيا تم إغلاقه بسبب اندلاع حريق هائل إثر انقلاب حاوية شحن مملوءة بالنفط نتيجة لهذا الزلزال، انتشرت النيران إلى البضائع المحيطة. أما غازي عنتاب التي تعد عاصمة الصناعة التركية فباتت خارج الخدمة بعد الدمار الهائل الذي أصابها. الهزات الارتدادية المتواصلة منذ بداية هذا الزلزال تعيد ضرب المناطق ذاتها، لكنها شيئا فشيئا تزيد من رقعة المناطق المعرضة لمزيد من الأضرار، مع امتداد الهزات الارتدادية إلى مناطق بشمال شرق تركيا مثل إردروم. إذن فجنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا تعد المناطق الأكثر تضررا جراء هذا الزلزال، إما من حيث عدد الضحايا أو من حيث عدد الأبنية المنهارة، غير أن آثار الدمار الذي خلفه الزلزال تمتد لمناطق أخرى أبعد من ذلك، لكنها لم تعاني بحجم معاناة هذه المناطق، وهو ما نرصده ونتابعه معكم لحظة بلحظة في عاصمة الخبر. لمزيد من الفهم والتحليل ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور أحمد الملاعب، أستاذ الجيولوجيا ومدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية. دكتور أحمد أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. علميا، هل كان من الممكن أن تتنبأ تركيا وتتنبأ المراصد الخاصة بها بهذا الزلزال، خاصة وأن البعض قال أن منذ 2020 وجيولوجيا هذه المنطقة والزلزال الذي كان قد ضرب الشرق يمهد لذلك، وكأن زلزال كهرمان مرعش يقول أنا قادم؟ شكرا. الآن الصورة أصبحت واضحة، وأن الزلزال ليس فقط هو الزلزال الرئيسي الذي حدث في هذا أو هذه الفترة قبل 6 أيام. كهرمان، غازي عنتاب،
ديار بكر، كل هذه المناطق ضربتها زلازل عبر التاريخ وسجلها الزلزالي والتوثيقي كبير جدا. عام 1935 كان زلزال أكبر من هذا الزلزال، وأيضا في عام 1999 و2020. إذن هنالك سلسلة من الزلازل، ومتوقع أن هنالك تكرار فريكوانسي لهذه الزلازل كونها منطقة تكتونية كما أشرنا سابقا نشطة، عليها فوالق كبيرة منها فالقين رئيسيين، وعليها أيضا ضغوط عمراني شديد في هذه المنطقة، الأناضول، صفيحة الأناضول الفرعية الميكروبليتس التي كادت لولا هذا الزلزال أن تعلن العاصمة الصناعية لتركيا. الفي صناعة ثقيلة وصناعات متقدمة أنشئت في هذه المنطقة بالرغم من أنها مصنفة نشطة تكتونيا وزلزاليا. ما يحدث اليوم، انتهى الزلزال الكبير، الزلزال الرئيسي الذي فرغ الطاقة كاملة بقوة 7 و8، وتبعه عدة زلازل منها 4-3 زلازل رئيسية، هو 200 يمكن القول أنها بقوة 6، ولكن الباقي أكثر من 2000 إن لم يكن عدة آلاف عشرات الآلاف بقوة تتراوح من 4 إلى 5 وأقل. وهذه الزلازلات الإمدادية غير مخيفة لأنها تسجل يومياً في نطاق البحر الأبيض المتوسط، وتسجل في كل العالم، في اليابان وفي ما حول المحيط الهادي سيركم باسيفيك، اللي بيمثل 80% من الزلازل في العالم، والبحر المتوسط يمثل 18% من الزلازل في العالم. ولذلك الحركات الزلزالية في منطقة مقسمة إلى 3 صفائح رئيسية، المنطقة العربية أو الصفيحة العربية والصفيحة الأفريقية والأوراسية. طيب دكتور أحمد، مسألة التنبؤ، هل كان من الممكن التنبؤ بتوقيت هذا الزلزال، أم أن الأمر مرتبط بإمكانية توقع أشياء أخرى مثلا مثل قوة الزلزال أو شدته؟ أبدا، يعني لا يمكن التنبؤ بالزلزال، وهذا شعار يجب أن يعرفه كل إنسان على وجه البسيطة، لأنه الكلام هذا أصبح بحكم المطلق. ونتمنى أن يأتي اليوم الذي تقدم فيه العقول البشرية والشواهد الأرضية دليل على الزلزال والتنبؤ به قبل بوقت. الآن لا يمكن التنبؤ به قبل بدقيقة، وهو صدم شوك زي يقولوا، صدمة سريعة مفاجئة. لا يمكن التنبؤ بالزلزال مطلقا، وما حدث من العالم هوكر الهولندي أنه قال آجلا أم عاجلا ولم يحدد، ولكن توقع بأن يكون أكثر من 7.5. النقطة الأساسية قالوا أنه اعتمد على الظواهر الفلكية، على اصطفاف الكواكب، وآخرون قالوا اعتمد على الفريكوانسي أو تكرار الزلزال، وأنه معروف بنطاقية زلزالية عالية جدا، وهو من أخطر المناطق في المنطقة. يعني يمكن تصنيف هذا الزلزال، دائما أقول بالألفية الجديدة، الزلزال رقم 6 من حيث القوة، بعد 9.5 و8.5 و8.1 بالعشرة 7 و8 بالعشرة، هذا الزلزال رقم 6 على مستوى الكوكب. بشأن مسألة الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، هناك مخاوف تحدثت عن مناطق لها نفس الخصائص الجيولوجية بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في كاليفورنيا، وهناك مخاوف من أن تتعرض هذه المنطقة لنفس الظرف. هل هذا الأمر بالفعل يخضع لمسألة الطبيعة الجيولوجية، وهل أيضا طبيعة المنطقة على مستوى البناء، المستوى اللوجستيات، المباني المقاومة للزلازل والأكواد البناء تحدث فارق في التعامل مع أثار الزلزال؟ نعم، أولا كاليفورنيا وسان فرانسيسكو كلها أتعبت وأجهدت من الزلازل، وأنا عشت عدة زلازل في كاليفورنيا في منطقة سيريتوس، كنت يوميا ألاحظ هزات، ولكن حدثت بعض الزلازل
السبب أن الطبيعة التكتونية تختلف. أولا بالنسبة للوضع التكتوني هو حركة تصادمية بين صفيحتين، ولكن تشكل سلسلة من الجبال، وما يحصل هذا في الأناضول. أما ما يحصل في سان فرانسيسكو وكاليفورنيا أن صفيحة سان خوسيه الصغيرة الموجودة في البحر أو المحيط الهادئ تغوص تحت الصفيحة الأمريكية، هذا اسمه subduction، غوص وليس عملية abduction أو عملية collision، تصادم. هذه المنطقة في كاليفورنيا إذا جاز التعبير مهيئة أكثر لاستقبال الزلازل من حيث كودات البناء. هم يطبقوا كودات البناء بشكل عالي ويتحمل أو تتحمل بعض المباني الزلزال أكثر من 8 أو 9، وهنالك تقنيات أخرى تستخدم أسميها مبنى تحت مبنى، وهذا مطبق في كاليفورنيا أيضا، لكن الرائد في هذا المجال اليابان التي فيها 4 صفائح تمزقها وتزلزلها. ولكن عندما نسمع عن الخسائر في هذه الدول، يعني تقريبا إن لم أكن مبالغ أسبوعيا إن لم يكن يوميا هنالك زلزال أكثر من 6 أو يعني الزلازل المسجلة أكثر من 7 كثيرة جدا. ولكن اليابانيين تصرفوا بطريقة فنية عالية تمنع ليس فقط انهيار المباني، أيضا حماية المدنيين، وهي وضع مبنى أساس أو ضمن أساس تحت المباني أو العمران العالي أو المرتفع أو حتى المنازل العادية. هذه صحيح أنها مكلفة، وهي عبارة عن مجموعة من العجلات كما هي البيلية نسميها، عجلات السيارة الموجودة في السيارة الصغيرة، وأيضا الزمبركات، بحيث أن إذا كانت الحركة طبيعية تحمي المبنى من الانهيار، لأن المبنى كامل يتحرك. شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الملاعبة، أستاذ الجيولوجيا ومدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية، كنت معنا من عمان. نتحول الآن إلى ملف المظاهرات والإضرابات في أوروبا وتحديدا في فرنسا. Thank you.
إذن تتواصل احتجاجات اتحاد النقابات الفرنسية سعيا إلى مواصلة الضغط على الحكومة للتخلي عن خطط رفع سن التقاعد. ويبدو أن المظاهرة قد تصاعدت حدتها في الساعة الأخيرة، حيث تظهر الصور تصاعد النيران في الشوارع الرئيسية وسط كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية. ويحصل الفرنسيون بطبيعة الحال على أكبر عدد من سنوات التقاعد بالمقارنة مع نظرائهم في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي ميزة مهمة تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية كبيرة تعزف عن التخلي عنها. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال إن هذا الإصلاح الذي اقترحه ضروري لضمان استمرارية نظام معاشات التقاعد. هذا هو اليوم الرابع من الاحتجاجات والمظاهرات على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لإصلاح نظام التقاعد، وبدأت بالفعل الجمعية الوطنية في فرنسا التصويت عليه، وخلال 3.5 أيام من النقاش صوتت على المادة الأولى من هذا المشروع حول إلغاء نظام المعاشات الرئيسية الخاصة، وتواصل الحكومة الفرنسية مساعيها لإقرار هذه الإصلاحات. للمزيد من المتابعة حول التظاهرات التي تشهدها شوارع مدن عدة في فرنسا ينضم إلي مراسل القاهرة الإخبارية خالد شقير. خالد، أهلا بك. إذن بعض الصور التي أتتنا كانت تظهر اشتباكات يبدو بين قوات الأمن والمحتجين في الشوارع، ماذا لديك في التفاصيل؟ نعم رغدة، بعكس ما يحدث في العاصمة الفرنسية باريس من صدامات بين قوات الشرطة والدرك الفرنسي وبعض المتظاهرين، أجواء هادئة تماما هنا بالمدينة الثانية بفرنسا حيث أحدثك في مدينة مارسيليا. الاحتجاجات ما زالت مستمرة، أعداد كبيرة بين من الأسر الفرنسية من نساء وأطفال وشيوخ وأيضا عاملين وشباب، وكما تريني في الصورة من خلفي أيضا المتظاهرين هم أجواء سالمة وليس هناك أي احتكاكات بين قوات الشرطة الفرنسية هنا بالمدينة الثانية بمارسيليا، ولكن ما وردنا منذ قليل هذه الأجواء العنيفة والصدامات الكبيرة تقوم على طبعا رعاية هذه المظاهرات الفيدراليات العمالية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تحدث عن أهمية الامتثال للأمن. وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارماني تحدث عن 10,000 شرطي ودرقي هم يقومون بتأمين هذه المسيرات، منهم 4,000 شرطي ودرقي بالعاصمة الفرنسية باريس. الأجواء كما ورد إلينا هي أجواء كثيرة من التطورات هي في الشارع في باريس، ولكن هنا في مارسيليا وفي مدينة طولوس صباح هذا اليوم لم يحدث أي تشرشق ما بين هناك العاصمة الفرنسية باريس. هناك أجواء من الأجواء الصد والرد ما بين قوات الشرطة والدرك الفرنسي والمتظاهرين، هذا ما لدينا حتى هذه اللحظات. وأجواء الطقس والشمس تساعد في الخروج من الآلاف من الفرنسيين. ما وردنا أيضا على أن الأعداد كانت أكثر من الثلاثاء الماضي في مدينة طولوس، وحتى هذه اللحظة أيضا نستطيع التحدث عن أعداد كبيرة هنا في مدينة مارسيليا العاصمة الفرنسية باريس. إذن تشهد الكثير من المصادمات ما بين قوات الشرطة والدرك الفرنسي وبعض من المتظاهرين. طيب خالد، مسألة مشاركة الشباب، لأنه كانت لنا مداخلة معك سابقا تحدثت عن أن بالتأكيد أكثر المشاركين من يشعرون بالضرر
من جراء التعديلات في هذا القانون، وكانت هناك تقارير تتحدث من أن النقابات العمالية تحاول أن تجتذب فئة الشباب للتضامن وزيادة حجم الدعم الشعبي لهذه التظاهرات على الأرض. هل هناك تفاصيل بشأن هذا الأمر؟ بالفعل نستطيع القول أن فيدرالية الشباب، شباب الجامعات والثانوية، انضموا إلى هذه التظاهرات بالفعل، وبصفة خاصة أنهم هم الذين يعني سيكون لديهم المشكلة، سيكون لديهم العمل لفترات أطول. ولكن الحقيقة ما نستطيع التحدث عنه بأن الفيدراليات العمالية الفرنسية الكبرى زي سي جي تي وسي دي اف وفورس اوفرير اف او تحدثت على أن هناك بالفعل انضمام للكثير من فيدراليات الشباب، سواء شباب الجامعات أو شباب الثانوية، وهذا يفسر الأعداد الكبيرة التي نراها اليوم. ولهذا هذه الاحتجاجات اليوم ليس هناك مطالبة بإضرابات، ويشارك فيها أيضا بعض من العاملين في قطاع الشرطة وقطاع الصحة، وهم لا يمكنهم في وسط الأسبوع التظاهر. ولهذا أجواء الطقس وأيضا هذه التظاهرات ساعدت كثيرا في التواجد ما بين يعني المعارضين جميع الفئات الفرنسيين. نستطيع أن نتحدث عن كبار السن أيضا متواجدين وبكثرة، وهذا ما رصدناه بكاميرا القاهرة الإخبارية، ورصدنا أيضا تواجد عدد كبير جدا من الأسر الفرنسية، من السيدات ومن الرجال ومن الشباب ومن حتى الأطفال متواجدين اليوم في الشارع الفرنسي. ما أستطيع أن أتحدث عنه رغدة بأن الصراع ما زال مستمرا بين قوى المعارضة الفرنسية أو الأحزاب اليسارية، وأيضا حزب التجمع الوطني الفرنسي أقصى اليمين، وأيضا النقابات العمالية التي تستقوي بالشارع في محاولة للتأثير على الحكومة الفرنسية التي تريد أن تنقل المعركة من الشارع الفرنسي إلى داخل البرلمان. نستطيع أن نتحدث عن معركة بالفعل وصدامات كبيرة جدا في البرلمان الفرنسي تحت قبة البرلمان قبل أن يتم التصويت على هذا المشروع ويتم عرضه بالتالي إلى مجلس الشيوخ الفرنسي. يبدو أن الأجواء ستستمر، هذه الأجواء بين النقابات العمالية من ناحية والحكومة الفرنسية من ناحية أيضا. طيب خالد، النقابات تقول إن هناك طرق أخرى لتحقيق ما ترجو الحكومة الفرنسية كفرض الضرائب على من هم الأكثر ثراء، مطالبة أصحاب العمل، أو خصم من المتقاعدين ميسوري الحال والحصول على مساهمات أكبر. بعيدا عن السجالات السياسية والضغوط الشعبية، كيف يتحدث الاقتصاديون في فرنسا عن هذه الإصلاحات؟ الحقيقة يعني ما يتحدث عنه الاقتصاديين أن على الجميع أن يدرك إذا كانت هناك مطالبات بفرض ضرائب على الأغنياء هنا في فرنسا، فهذا يمكن أن يحقق نتيجة على مدار سنة سنتين أو ثلاث سنوات، ولكن مشروع القانون يأخذ على عاتقه يعني استمرار هذه المساعدات التي تحصل عليها الحكومة الفرنسية من خلال الاشتراكات الخاصة بالعاملين. أيضا نظرة أخرى من المحللين الاقتصاديين يتحدثون إذا كانت هناك ضرائب ستفرض على كبار رجال الأعمال أو الأغنياء في فرنسا وأصحاب الشركات، فهذا سيدفع الشركات الفرنسية للبحث عن سوق عمل آخر والخروج من هذا من فرنسا إلى خارج الحدود، وهذا ما لا تريده الحكومة الفرنسية. طب مسألة الضغط عن طريق شل الحياة في فرنسا، هل هناك أي بوادر تشير إلى أن الحكومة الفرنسية ستتعامل بمزيد من الجدية مع التهديدات والضغوط التي تمارسها النقابات العمالية الرئيسية؟ إضراب مزمع في 7 مارس المقبل، ومن قبل هناك يوم احتجاج خامس في 17 أو 16 من فبراير الجاري. هذا هو التخوف. ما تدركه الحكومة الفرنسية هو أن إذا كان هناك شلل أو إحداث شلل اقتصادي على الاقتصاد الفرنسي في 7 مارس القادم، هذا يمكن أن يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد الفرنسي
وعلى الحكومة الفرنسية. هذه التخوفات. الحكومة الفرنسية تريد أن تنهي مشروع القانون تحت قبة البرلمان، وتطالب النقابات العمالية بأهمية اتخاذ المسؤولية في هذا الأمر وعدم الإضرار بالبلاد. تبدو الأجواء غير مفهومة حتى الآن أو غير واضحة حتى الآن. هل ستستجيب الحكومة الفرنسية لطلبات الشارع؟ نستطيع القول أن الحكومة الفرنسية مصممة الحقيقة بأن تكون يعني المباراة تحت قبة البرلمان، حيث أن هؤلاء هم ممثلين الشعب، وأن الشارع حتى لو وصل العدد إلى أكثر من 3 مليون متظاهر في الشارع فهذا لا يمثل سوى نسبة بسيطة أو ضئيلة، هي 3% فقط من الذين قاموا بإعطاء أصواتهم. عملية القبضة الحديدية ما زالت مستمرة من خلال الاستقواء بالشارع من خلال الأحزاب اليسارية الفرنسية والنقابات من ناحية، والحكومة الفرنسية التي تريد وتبدو مصممة على عدم التراجع عن مشروع هذا القانون. وهذا ما سوف نرصده في الأيام القليلة القادمة، هل ستنتصر الحكومة الفرنسية من خلال التصويت داخل البرلمان الفرنسي، أم سيؤثر الشارع الفرنسي ويجبر الحكومة الفرنسية للتراجع؟ طيب خالد، طالما الأمر انتقل إلى قبة البرلمان، 3.5 أيام من النقاش استغرقتها مناقشة المادة أو البند الأول فقط من مشروع إصلاح نظام التقاعد، كانت خاصة بإلغاء نظام المعاشات الخاصة الرئيسية. هل يشي هذا بأن المهمة ستكون سهلة أو ميسورة لحكومة إيمانويل ماكرون لتمرير هذا المشروع داخل الجمعية الوطنية الفرنسية؟ الأمور صعبة للغاية داخل البرلمان الفرنسي. نستطيع القول أن داخل البرلمان الفرنسي الأجواء أكثر سخونة عن الشارع الفرنسي. المتظاهرين هنا في مارسيليا وفي باريس وفي ليون وفي تولوز وفي ليل وفي معظم المدن الفرنسية بيؤكدون على أنهم مستمرين في التظاهر ومستمرين في الإضرابات في الأيام القليلة القادمة، ولكن البرلمان الفرنسي أمام الحكومة الفرنسية بعض من أحزاب الوسط مترددين، وحزب اليمين الجمهوري أيضا بعض من أعضائه مترددين، وهم محسوبين على الأغلبية الفرنسية التي فقدتها الحكومة الفرنسية تحت قبة البرلمان. الأمر ودراسة المواد مادة مادة وإدخال بعض من التعديلات عليها بيستغرق فعلا وقت طويل رغدة، ولهذا بدأت المعارضة الفرنسية بتسريع الوتيرة حتى لا يتم تفويت الفرصة عليهم ومناقشة بعض من بنود القانون، قانون التقاعد المختلف عليه من قبل الحكومة الفرنسية والمعارضة الفرنسية من ناحية، والنقابات العمالية التي تبدو مستعدة لبداية حرب جديدة سواء في الشارع الفرنسي، وتركت المعركة الحرب لأعضاء المعارضة الفرنسية في تحت قبة البرلمان أو الجمعية الوطنية. طيب خالد، رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، وهذه المؤسسة هي أكبر نقابة في فرنسا، رئيسها قال إن هناك نوع من الازدراء من قبل الحكومة الفرنسية لأنه لا يوجد رد على الحراك الاجتماعي والأمر يحتاج إلى رد. إلى أين تتجه الأمور في ظل هذه يعني يمكن أن نصفها جملا تحريضية ربما تجمع مزيدا من الدعم الشعبي على الأرض؟ حقيقة فيليب مارتينيز الأمين العام للسي جي تي أو الفيدرالية العمل الفرنسية كان له عدة تصريحات في هذا الأمر، واتهم مباشرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضع الزيت على النار وأنه لا يمكن عدم الاستماع لرأي الشارع، ومهم جدا أن يدرك الرئيس الفرنسي على حد قول فيليب مارتينيز على أن الذين قاموا بالتصويت إليه قاموا بالتصويت إليه لعدم وصول مارين لوبان أو اليمين المتطرف إلى الحكم، عليه الاستماع إلى الشارع. والرئيس الفرنسي يقول نحن نستمع إلى الشارع ولكن في قرارات لا بد من اتخاذها، هذه القرارات هي بالفعل قرارات غير شعبية ولا تحظى بشعبية كبيرة تجاه الفرنسيين، ولكن المصلحة العامة للفرنسيين تقتضي تقليل الخسائر في الموازنة العامة للدولة وهي عشرات المليارات، ولهذا إليزابيث بورن
بتلاقي يعني انتقادات كبيرة، وأيضا مهندس العمل أوليفييه دوسوبت الذي يلقى كثير من الانتقادات داخل البرلمان وعلى وسائل يعني السوشيال ميديا. وطبعا هذه الأمور بتؤكدها أيضا هذه التظاهرات، حيث هناك يعني بعض من يعني التغريدات وأيضا بعض من الشعارات يتم استخدامها باتهام الرئيس الفرنسي بأنه رئيس الأغنياء، وأن الحكومة الفرنسية لا تهدف إلى مصلحة كل الفرنسيين ولكن تهدف فقط إلى مصلحة فئة معينة من الفرنسيين، ألا وهي فئة رجال الأعمال وأصحاب الشركات والأغنياء. الصراع هو صراع بين قوى اليسار الفرنسية وبعض من الأحزاب اليسارية الفرنسية وأيضا الحكومة الفرنسية. من ناحية أخرى تبقى الأمور يعني ساخنة سواء في الشارع الفرنسي، المصادمات وردنا بعد منذ قليل أن المصادمات بين قوى الشرطة الفرنسية في العاصمة الفرنسية باريس ما زالت مستمرة مع قوات الدرك والشرطة الفرنسية. أما نحن هنا في مارسيليا فالمصادمات ما زالت يعني في الشارع من خلال التظاهر السلمي، حتى هذه اللحظة لم تحدث أي مصادمات في مارسيليا ما بين القوات الشرطة الفرنسية والمتظاهرين. نعم خالد شقير مراسلنا من مارسيليا، أرجو أن تبقى معي لأنه أستقبل عبر الهاتف من العاصمة باريس الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. دكتور مجيد أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل يبدو الأمر يتجه إلى سياسة عض الأصابع ما بين الطرفين، الحكومة الفرنسية من جهة التي بالفعل بدأت في التصويت على المشروع الذي يقترح إصلاح نظام التقاعد، وبين هذا التصعيد الذي قد يصل إلى إضراب شامل مع 7 مارس المقبل إذا لم تستجب الحكومة لمطالب المحتجين؟ إلى أين تتجه الأمور؟ الأمور هي تسير بشكل طبيعي في ديمقراطية مثل الديمقراطية الفرنسية، أي أن الحكومة تقترح مشاريع قوانين والنقابات والأحزاب السياسية الأخرى تعارض ذلك وتقوم بواجبها في تلك المعارضات، ولكن بالأخير الحكومة لها وضع اقتصادي محدد. موضوع التقاعد يستوجب الإصلاح، ويستوجب الإصلاح بشكل دوري كل 10 سنوات تقريبا، ومن هنا صار ضروريا أن تقوم الحكومة بهذا الإصلاح، وإلا انهارت منظومة التقاعد التي تبنى على سياسة توزيع، هي سياسة توزيع وليست على ادخار رأس المال لكل شخص، هي مبنية على مبدأ أن الذين يعملون الآن هم يدفعون تقاعد الجيل الذي خرج إلى التقاعد، وهكذا دوليك هناك تضامن بين الأجيال، وهناك تضامن بين الذين يدفعون وبين الذين معاشات التقاعد، وبالتالي هناك يعني سياسة يجب أن تحترم، وهناك انخراط في هذه الموازنة لأن الحياة تزداد، طول العمر يزداد، ويريد الحكومة أن يشتغل الناس 2 سنين أكثر، ولكن النقابات وبعض الأحزاب الأخرى تريد أن تكون التعويض ذلك ليس بزيادة في سن التقاعد، ولكن بأن تضخ جهات أخرى شركات وغير ذلك، أن تضخ أموالا لتغطي ذلك العجز. هنا هي النقطة التي فيها خلاف، ولكن هناك إمكانيات كبيرة، لكن الحكومة تقر أن هناك عدم عدل في هذه السياسات التي تسنها كل الحكومات، لأن هناك 45 نظام تقاعد مختلفة، أي أن الشخص الذي هو موظف لدى الحكومة يمكن أن يخرج في سن التقاعد بشكل مبكر، ويمكن أن يأخذ معاش يكون يحسب على 6 أشهر الأخيرة وهي الأعلى، وتكون بالنسبة لمعاشه هي الأعلى بالنسبة لكل ما تحصل عليه مدة 43 سنة.
وهناك أطياف من الذين يشتغلون عند الحكومة مثل الأمن والجيش والذين يخرجون إلى سن التقاعد 55-57 سنة، أي بحوالي 6 سنوات 7 سنوات قبل الآخرين. والقطاع الخاص يمكن أن يخرج إلى التقاعد، ولكن أن تحسب يحسب معاشه على 25 سنة، لا على 6 سنوات بل على 25 سنة. وهناك فرق كبير، وهذا شعور أن هناك ضمن المتقاعدين وضمن الذين يعملون هناك عدم عدل. طيب كذلك نعم. وهنا فيه حوارات، والحكومة الآن في تحت يعني تحت نقاش في البرلمان تريد أن تجد حلول لكل هذه المشاكل وليس لمشكلة رفع سن التقاعد فقط. طيب دكتور مجيد نعم، حضرتك ذكرت أنه الأمر يرتبط بشكل كبير بالديمقراطية، حكومة تفرض سياسات لا يرتضيها فصيل من الشعب حتى إن لم يكن الشعب كله فينزل إلى الشارع ليقول كلمتها ويعبر عن غضبه، لكن في المقابل رئيس النقابة الإصلاحية الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل وصف رد فعل الحكومة الفرنسية بالازدراء وانتقد ذلك، ويبدو أن الرجل يستخدم هذا الأمر لتعبئة الشارع بمزيد من المحتجين. كيف تقيم رد فعل الحكومة الفرنسية في التعامل مع هذه الاحتجاجات؟ وطبيعي بأن يقوم رئيس الأكبر فيدرالية العمال وهو يعني ليس متطرف ورجل يعني رسين، وهذه الكونفدرالية هي معتدلة وكانت حليفة للرئيس ماكرون، ولكن هناك اختلافات وهذه الاختلافات تحل بالتفاوض تحل ولكن الحكومة الآن مصرة على الذهاب بسرعة في أن يحسب هذا الموضوع، ولكن الحكومة الآن هي تفكر في أن تراجع بعض البنود، وعرضت واستمعت إلى بعض الاحتجاجات للكونفدرالية ولغيرها ولأحزاب أخرى، والآن هي تعيد النظر في بعض البنود ولكن لا تريد أن تعيد النظر في كل العملية، وهذه العملية هي منقوصة بالنسبة للبرنامج الأساسي الذي انتخب على أساسه الرئيس ماكرون والذي كان فيه في انتخابه هذا البرنامج، لأنه كان يقول وطالب الحملة الانتخابية أنه يريد تطبيق هذا البرنامج، وانتخبته الأغلبية المطلقة للشعب الفرنسي، وبالتالي هو يضع ذلك في حيز التنفيذ. البرنامج الأول كان يريد إعادة النظر في كل منظومة التقاعد، الآن يعيد النظر في جزء فقط منها، ولكن المعارضات موجودة ويجب على الحكومة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار. هذا لا يعني أن الحكومة ستقبل كل الطلبات التي يقدمها الشارع الآن، لأنه لو تركنا الأمور إلى الشارع فقط لما صار أي إصلاح في منظومة التقاعد ولا انهارت منظومة التقاعد، وبالتالي يجب على الحكومة أن تعرف متى تقدم التنازلات، ما هي التنازلات التي يمكن تقديمها وما هي التنازلات التي لا يمكن تقديمها، لكي تتمكن من الحفاظ على هذا الإصلاح الذي بدونه وهناك إجماع حتى من النقابات ومن خاصة من الكونفدرالية الديمقراطية للعمال أنه إذا لم يتم هذا الإصلاح بطريقة مغايرة سينهار النظام، لأن إذا كان هناك خلل في ميزانية التقاعد في الميزانية الاجتماعية للدولة فإن الدولة تأخذ من الميزانية العامة للتصرف لتعزز ميزانية التقاعد، وهذا لا يمكن أن يدوم بشكل متواصل، ويجب على كل ميزانية ميزانية الدولة أن تكون مستقلة طيب. في حد ذاتها وتكون بدون خلل. هل الأمر مرتبط أيضا بطريقة طرح هذا المشروع أو الإعلان عنه؟ هل افتقدت بورن إلى آليات أكثر فعالية للتواصل وشرح أبعاد هذا المشروع قبل تمريره إلى الجمعية الوطنية الفرنسية؟ هي كانت هناك أخطاء تكتيكية، لأنه كان
فهمت الحكومة في وقت من الأوقات أن البرنامج سيمر بشكل سهل، لأنه مرر كثير من القوانين تحت البند 49.3 من الدستور الفرنسي الذي يسمح للحكومة في بعض الحالات بأن يمرر قوانين بدون اللجوء إلى التصويت، أي أن على المعارضة أن تجتمع لتسقط الحكومة، وهذا لن يحدث. وبالتالي كان سهل للحكومة أن تمرر عدة قرارات، وأرادت أن وشافت أن هناك سهولة، ولكن في الأمور الحساسة في الأمور الاجتماعية يجب على الحكومة أن تقوم بشرح كبير قبل اتخاذ القرار، قبل الإعلان عليه، وهذا لم يقع بشكل مستفيض. وكذلك إذا كان هناك قرار بعد المفاوضات وبعد النقاش وبعد أخذ الرأي أن تمر إلى الانتخاب إلى التصويت بشكل سريع، لأنه إذا طالت مدة زمن المفاوضات والنقاشات ستكون المزايدات أكبر فأكبر، وستكون العملية صعبة أن تمر. وإذا مرت الحكومة الآن بعد هذا التململ، إذا مرت بشكل مفاجئ ستكون لها انعكاسات سياسية بعد ذلك يمكن أن يغذي اليمين المتطرف واليسار المتطرف، وهذا له انعكاسات في الانتخابات المقبلة، وهذا ما لا تريده الحكومة. وبالتالي يجب الآن على الحكومة أن تحاول امتصاص هذه وتقوم ببعض التنازلات لكي يمر القانون بسلام، ثم أن يقع إعادة النظر في ذلك القانون، وهذا بند من بنود هذا السلاح، أي أن تعاد تقييم السلاح بعد فترة وجيزة. شكرا لك، كنت معنا من باريس الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي. كذلك أستقبل الدكتور عبد الرحمن مكاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديغون. أهلا بك دكتور عبد الرحمن. دكتور بودن يرى أن هذه مسألة طبيعية، ما يجري الآن في فرنسا وما نشاهده منذ بدء العام وطرح المشروع لإصلاح نظام التقاعد هو عملية ديمقراطية، حكومة تطرح مشروعا فصيل يرفضها، الناس تقول كلمتها في الشارع، وفي المقابل المشروع يمر بشكل ديمقراطي وفقا للقانون الفرنسي. هل تتفق مع هذا الطرح؟ كيف تقيم هذه الأزمة؟ أولا تحية لكم. أختلف مع زميلي في هذا الطرح. أولا إن الحكومة هي حكومة أقلية داخل البرلمان الفرنسي، والمعارضة سواء اليمينية أو اليسارية تشكل أغلبية يمكنها إذا اتفقت على إسقاط الحكومة بشكل أو بآخر فيمكنها إسقاطها بسهولة. فالمواجهة هي في قبة البرلمان ومواجهة في الشارع. الآن نلاحظ أن هناك إجماع لجميع النقابات التي بالمناسبة ساندت ماكرون في الانتخابات الرئاسية الثانية للانتصار على زعيمة اليمين السيدة مارين لوبين، وهذه النقابات يعني تساندها كل أحزاب اليسار داخل البرلمان. فالمواجهة هي مواجهة مزدوجة سياسية داخل قبة البرلمان وفي الشارع. الاستراتيجية التي تتبعها النقابات، وأنا كنت حاضر في بدايتها، أن اليوم وهو الانفتاح على الشارع، على العائلات، على ذوي الاحتياجات الخاصة، حول الانفتاح على العجزة، يعني لتحسيس المواطنين بخطورة نظام التقاعد الذي تطرحه الحكومة. فهذه الاستراتيجية كذلك سمحت لوسائل النقل بعدم الإضراب هذا اليوم لمشاركة عمال القطاع الخاص في هذه المظاهرات الضخمة. فهذه الاستراتيجية سوف تتبعها ما يسمى باستراتيجية
التجميد وتوقيف الحركة وأنشطة الاقتصاد الوطني يوم الثلاثاء. فإذا نجحت النقابات في جر الرأي العام الفرنسي إلى مساندتهم خاصة، والنقابات يطرحون بديلا جديدا لنظام التقاعد يضمن حقوق العمال، وهذا ما يعني يطرح مشاكل بالنسبة للحكومة وللرئيس ماكرون. فيوم الثلاثاء سوف يكون الفيصل في هذا الصراع وفي هذه المواجهة بين الحكومة ذات الأقلية داخل البرلمان، طيب، والنقابات التي تزداد يعني تصميما على إسقاط هذا المشروع وطرح بديلا عنه. طيب، ما الذي يدفع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لأن يبقى تحت هذا الضغط، خاصة في ظل ما تحدثت عنه أنت دكتور من أقلية داخل البرلمان؟ الحكومة لا تشكل أغلبية مطلقة داخل الجمعية الوطنية، وبالتالي ليس مضمونا بأن هذا المشروع سوف يتم إقراره وتمريره بهذا الشكل الذي تريده الحكومة. على ما يراهن الرجل؟ الرئيس ماكرون يراهن على اليمين المعتدل في هذا الصراع وفي لي الذراع بين اليسار نوباس والنقابات من جهة والحكومة. فالرئيس ماكرون يراهن على هذا الجناح من اليمين الذي هو قريب من أطروحات الرئيس ماكرون فيما يخص نظام التقاعد. فهذا اليمين المعتدل قد طرح يعني مشروعا مشابها لمشروع الرئيس ماكرون، إلا أنه غير استراتيجيته لبعض المكاسب الانتخابية، وخاصة أن فئة داخل هذا اليمين المعتدل تمردت على القيادة. فالرئيس ماكرون يحاول جاهدا أن يجر هذا اليمين المعتدل للتصويت لصالح هذا المشروع، وهذا أمر غير مضمون في الوقت الراهن. طيب، ما هامش المناورة التي يمكن لنقابات العمالية والحكومة الفرنسية أن تتحرك من خلال، ما النقاط التي من الممكن إذا جرى تفاوض ما بين الجانبين أن يتم الاتفاق عليها، خاصة في ظل تصعيد يبدو أنه ستقوم به النقابات العمالية وشلل كامل سيعم عموم الحياة في فرنسا إذا لم يتم تلبية هذه المطالب بحلول 7 مارس المقبل؟ يعني المفاوضات التي جرت بين النقابات وكانت مفاوضات ماراثونية مع السيدة بورن رئيسة الحكومة وزعماء النقابات أدت إلى الفشل، وخاصة يعني أن النقابات تطرح مشروعا بديلا لمشروع السيدة بورن، ولهذا فالتصعيد آتي لا ريب فيه يوم الثلاثاء سوف يكون كما قلت شللا إذا لم تتراجع الحكومة في بعض النقط الرئيسية في مشروع نظام التقاعد. فالآن الحكومة سوف تقوم بتقييم هذا اليوم من التعبئة النقابية بالشارع الفرنسي لتخرج علينا ببعض التنازلات قد تفكك الأغلبية الكبيرة داخل البرلمان أو داخل في الشارع بين النقابات. ففي النقابات يعني هم متوحدون، ولكن إذا تنازلت الحكومة في بعض النقاط الرئيسية قد تنشق هذه الوحدة داخل المجتمع النقابي، وهذا ما تراهن عليه السيدة بورن بعد تقييمها ليوم كامل من التعبئة النقابية في الشارع الفرنسي، وكذلك في انتظار الشلل المرتقب يوم الثلاثاء المقبل. هل هناك فئات مرشح لها الانضمام إلى هذه الاحتجاجات مستقبلا، خاصة في ظل حالة الشحن والتعبئة التي تقوم بها النقابات العمالية الرئيسية في فرنسا؟
هذا صحيح، يلاحظ أن الشباب وخاصة طلبة الجامعات والثانويات كانت مشاركتهم يعني ضعيفة في المظاهرات السابقة، وحتى اليوم لاحظت أن مشاركتهم كانت يعني نسبية بالمقارنة مع المظاهرات التي عرفتها فرنسا والتي نظمها الطلبة أو الشباب بصفة عامة. فالنقابات تحاول تعبئة هذا الدراع الشبابي والطلابي خاصة في الجامعات وفي الثانويات لتضخيم ولي دراع الحكومة فيما يخص تراجعها عن نظام التقاعد. فالمراهنة على الشباب، شباب الجامعات خاصة والتكوين المهني بصفة عامة، يعني في المستقبل القريب سوف يكون فيصلا إذا لم تتنازل الحكومة عن بعض النقط الرئيسية في هذا النظام التقاعد الذي يطرحه الرئيس ماكرون والذي تدافع عنه السيدة بورن رئيسة الحكومة. فهناك يعني تقييم لهذا اليوم التعبوي من طرف الحكومة ومن طرف أجهزة الأمن، التي بالمناسبة ينبغي أن نلاحظ أنها تم تعبئتها تعبئة كبيرة في باريس وفي المدن الرئيسية، عشرات الآلاف من الشرطة والدرك يعني يرابطون قرب هذه المظاهرات، وهذا يعني تخوف الحكومة من انزلاق بعض المتظاهرين المتطرفين من اليساريين المتطرفين وقيامهم بأعمال عنف، وهذا التخوف قد يؤدي بفرنسا إلى مزيد من الاحتقان والانسداد السياسي. دكتور عبد الرحمن، هل يمكن لهذا المشهد، مشهد الاحتجاجات وموقف الحكومة، أن يشكل مرحلة حاسمة في الصراع المعتاد ما بين اليمين واليسار ويلقي بظلاله على المشهد السياسي في فرنسا؟ لا أعتقد، هذا الصراع قديم جديد بين اليسار واليمين. الآن هناك يعني أجنحة أخرى تناسلت عن اليسار وأصبحت أجنحة يسارية متطرفة وأجنحة يسارية يمينية متطرفة، قد تتجاوز الأطقم والأحزاب السياسية المعروفة والكلاسيكية كيمين أو يسار. ولهذا نلاحظ أن تخوف المحللين السوسيولوجيين في فرنسا من بروز قوى جديدة على الساحة السياسية الفرنسية قد تقلب الطاولة على اليمين الكلاسيكي وعلى اليسار الكلاسيكي، وهذا التخوف هو مشروع نظرا لنوعية الخطاب ونظرا لانتقال هذه الجماعات إلى العنف ضد رجال الأمن في فرنسا. وهذا النزاع الذي يكبر شيئا فشيئا قد يؤدي في يوم الثلاثاء المقبل، يوم الشلل التام الذي تتبناه النقابات وخاصة نقابة CGT المركزية القريبة من اليسار، إلى يوم الثلاثاء، إلى الكثير من العنف والعنف المضاد. شكرا لك، كنت معنا الدكتور عبد الرحمن مكاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ديجون، شكرا جزيلا لك. كذلك عبر تطبيق زوم من باريس ينضم إلي السيد عبد الغني العيادي، المستشار السابق في البرلمان الأوروبي. سيد عبد الغني، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. كيف ترى المشهد الدائر الآن في مسألة المشروع الحكومة الفرنسي المقدم لإصلاح نظام التقاعد وهذا الرفض الشعبي خاصة من جانب النقابات العمالية الرئيسية في فرنسا؟
مرحبا وشكرا على الاستضافة. الأمور تمشي كما سطر لها أن تمشي وكما ألفنا أن تمشي في مثل هذه المناسبات، مناسبات التعديلات الحكومية الكبيرة الحجم من حجم تعديل قانون التقاعد، خاصة تعديل سن المعاش. الأمور تقليدية، بمعنى تمشي في مسير تقليدي جدا، مشروع قانون، موقف نقاباتي وسياسي، مظاهرات احتجاجية للضغط من خارج المؤسسات، عمل من داخل المؤسسات، استعمال الدولة أو أجهزة وزارة الداخلية لبعض العناصر المشاغبة من أجل كسر الاحتجاجات، تضاربات في الأرقام، أرقام المتظاهرين، يعني الأمور ذاهبة وسائرة في نفس بنفس الطريقة وبنفس المنهج الذي ألفناه في معارك أخرى. بالنسبة للرف الشعبي يزداد يوما بعد يوم واحتجاجا بعد احتجاج. اليوم كان أكثر قوة نظرا ليوم يوم السبت، يوم نهاية الأسبوع، عطلة نهاية الأسبوع، مما يجعل الناس تخرج بأكثر قوة من مما سبق، خاصة وأن النقابات تتقوى بتواجد أو بحضور فاعلين جدد مثل الفاعلين الأيكولوجيين الذين دخلوا المعترك من جهتهم، ودخل الفنانون أيضا هذه المعركة. الأمور تسير على الشكل المراد لها تسير به، وكل يلعب ورقته كما يشاء، وننتظر النتيجة بعد نهاية النقاشات في البرلمان لننظر أو لنرى أو هل ستستعمل ورقة 49-3، المادة 49-3، أم سيمرر القانون بشكل ديمقراطي بنيل في مجلس الشعب. طيب سيد عبد الغني، هذا المشروع ليس جديدا، قام بإرجاء وإرجاء تمرير الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في فترة رئاسته الماضية، وهو الآن يريد أن يمرره في ظل ضغوط صعبة، ضغوط تضخمية، ما يشهده المواطن الأوروبي ليس فقط الفرنسي من إحساس بغلاء المعيشة وأمور الحياتية غير الميسرة. ومعروف أن المواطن في فرنسا المتقاعد تحديدا وكأنه يعيش في واحة من الامتيازات من الصعب أن يتخلى عنها. لماذا اعتقد الرئيس ماكرون أنه في ظل هذه الظروف التي تعيشها أوروبا وفرنسا أيضا من بينها يمكن للفرنسيين أن يسمحوا لهذا القانون بالمرور سهلا؟ هذه الدورة الثانية من حكم إيمانويل ماكرون، بمعنى أنه سياسي ليس له ما يخلو على المستوى الانتخابي. كان هذا عرضا سياسيا منه في المرحلة الأولى، في مرحلة حكمه الأولى، واليوم أمامه حالة سياسية يظن أنها حالة في صالح هذا الإصلاح، وله الأغلبية من القيام بهذا الإصلاح، خاصة وأن اليسار ضعيف جدا بعد إنفجار الحزب الاشتراكي، حزب فرانسوا أولاند السابق. إذا ليس له ما يخسره. ثم لا ننسى بأن ماكرون مرشح رئاسي من طرف قوى غالبية الشعب الفرنسي يعرف أنها قوى مالية، قوى فاينانشال، لها ما يكفي من القوة لفرض مجموعة إصلاحات تمشي في مسار مصالحها الكبرى. أما الشعب فيرى الأمور بشكل آخر وبمنطق آخر. شعب يرى أنه بعد، خاصة بعد جائحة كورونا، يرى أن الحياة لا تتقبل كل هذا التعب وكل هذا التركيز على العمل وعلى المادة، بل أن الصحة وأن الاستعادة أكثر وأكبر من مما ما يعني يمكن ربحه من خلالها. ثم أنهم يرون الآن، لأعطيكم مثال فقط وحتى لا يخطئ الناس حين يقول بأن المتقاعد يعيش رغد العيش، أتحدث عن المتقاعد الشعبي يعني الأغلبية. أظنه لا يتجاوز، لا أظنه بل أنا أكيد
لا يتجاوز 1200 أورو شهريا. الأمر مرتبط ليس فقط سيد عبد الغني أيضا بامتيازات تمنح في إعفاءات ضريبية، خدمات مجانية، ليس فقط الراتب الذي يتقاضى كمعاش تقاعدي. هذه يعني الإمكانيات معتمدة بالأساس على الميزانية المحلية أكثر منها معتمدة على الميزانية الوطنية. نحن نتحدث الآن على مشروع قانون يخص الميزانية الوطنية، أما الخدمات فتقدمها المجلس الجماعية والبلديات والقرويات، ميزانيتها تهم سياسات أخرى وتهم انتخابات أخرى وتهم مستويات سياسية أخرى. على المستوى الوطني الحق في المعاش لا يتجاوز ما يصرفه المتقاعد على كرائه. نتحدث عن التضخم، ما نتحدث عن المعيش، عن الأكل والشرب وعن الكهرباء وعن الماء إلى غير ذلك من الفاتورات، ولا نتحدث مثلا عن السكن، عن الكراء. متقاعد بباريس يصرف ما لا يقل عن 800 أورو شهريا لكراء سكن متواضع، أقول ما لا يقل عن 800 أورو، ولو من المعاش 1200 أورو فيها أزيد 150 أورو من أجل المتيان، من أجل يعني التكميل، لا أعرف كيف نسميها باللغة العربية، ولكن يعني هو تأمين صحي مكمل لما تعطيه الدولة من حق في التطبيب، عنده 120 إلى 150 أورو، يعني 1000 أورو شهريا بين السكن وبين التأمين. فهل يمكن لأحد أن يعيش ب 200 أورو إن بقيت له في بباريس في سنة 2023؟ أكيد لا. طيب سيد عبد الغني، إلى أي درجة راعت الإصلاحات التي أدخلت على مشروع إصلاح نظام التقاعد مسألة الحالة الصحية والبدنية والنفسية والمزاجية لشخص سيزيد على عمره عامان كمطلوب منه أن ينتج وأن يستمر في العمل حتى لو لم يكن بنفس الشغف ولا نفس النشاط ولا نفس الحماس؟ لأن هذا كان طرحي، يقول أن حتى 64 عام لم يعد بمقدور أي شخص أن يقدم أي طاقة إنتاجية. لم يتم مراعاة أي من هذه المعايير. أتابع ملف إصلاح التقاعد منذ سنة 2002، واشتغلت عليه شخصيا مع مجموعة البرلمانيين الفرنسيين داخل حزب الخضر. نفس المعايير المطروحة منذ أزيد من 20 سنة تبقى متروكة في الهامش، من أجل الأخذ بعين الاعتبار فقط المعايير الرقمية والمعايير البنكية والمالية، وهذا أمر يرفضه الشعب، خاصة كما قلت بعد كورونا التي أعطت القيمة للإنسان ولمعيشة الإنسان ولحياة الإنسان، وأعطت القيمة لوجوده ولسر وجودي بأنه خلق من أجل أن يعيش سعادة لا يمكن اختزالها في العمل. لم يتم مراعاة عدم اشتغال المرأة مثلا. المرأة التي تلد وتربي أبنائها لا تحسب لها هذه الأشغال كأشغال مؤدى عنها وتعطي لها الحق في المعاش. ثانيا، لم يتم مراعاة البينابيليتي يعني الشقاء في العمل. فمن يشتغل في الحقول وفي المصانع وفي في 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 الطرقات وفي الأعمال الشاقة ليست له نفس يعني نسبة يعني الحياة أو متوسط الحياة. فلم يتم مراعاة ما الحالة البدنية ولا الحالة النفسية ولا الحالة الشخصية للمواطن، وخاصة وهذا جد مهم بالنسبة للمواطن الفرنسي، وهو وريث الفلاسفة الأنوار ووريث نوع من الحياة من اللوكس من المعيش الجميل. لم يتم مراعاة كونه الآن فطن بأن الحياة تساوي أكثر مما يدخل في حسابه البنكي، وأنه مستعد لألا
ربما لا يدفع على يدفع له قيمة سنتين من العمل على أن يذهب أو يستفيد من المعاش سنتين بعد سن 68. وهذا طبيعي خاصة إذا اعتبرنا أو اعتمدنا الأرقام التي تتحدث عن الوفيات الناتجة عن السرطان مثلا، مرض السرطان والأمراض الأخرى. معنى يعني الإنسان ليس له هذا الأمل الذي كان من قبل، وليست له هذا المطلق في الحلم بعيش طويل. يحب أن يعيش الآن والهنا وبعد ذلك يا نعم. من باريس شكرا لك، كنت معنا عبر تطبيق زوم. السيد عبد الغني العيادي مستشار السابق في البرلمان الأوروبي. هذا وأكد اتحاد النقابات الفرنسي أن الاحتجاجات هي الأقوى والأكثر عددا وقابلة للتمديد، كما أشار استطلاع الرأي أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح. تتواصل الاحتجاجات في فرنسا مع استمرار الدعوات النقابية إلى التعبئة والاحتجاجات ضد نظام التقاعد الذي تفرضه الحكومة الفرنسية. التحلي بروح المسؤولية دعوة أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للنقابات العمالية زادت من الغضب بين النقابات لتعلو الدعوات للإضرابات والاحتجاجات في أنحاء البلاد. استطلاعات الرأي كشفت أن معظم الفرنسيين يرفضون جوهر الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما، لكن الحكومة تؤكد تصميمها على تنفيذ هذا الإصلاح، ومع مرور الوقت وافقت على إدخال بعض التعديلات التي لم تشبع رغبات المحتجين. رئيس اتحاد النقابات الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز تحدث عن تنظيم إضرابات هي الأقوى والأكثر عددا والقابلة أيضا للتمديد. رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن دافعت عن الإصلاح مشددة على ضرورة ضمان مستقبل نظام المعاشات التقاعدية للشعب الفرنسي. وبين استمرار الاحتجاجات وتمسك الحكومة بقانون التقاعد، ينتظر الاقتصاد الفرنسي مزيدا من التراجع والتدهور، ربما ينذر بتفجر أزمة أكبر. عبر الهاتف من باريس ينضم إلي أستاذ علي المرعبي الكاتب والباحث السياسي ورئيس تحرير مجلة كل العرب. أهلا بك معنا سيد علي. هل كان من الممكن للحكومة الفرنسية والرئيس الفرنسي أن يتجنب سيناريو التصعيد في التعامل مع ملف إصلاح نظام التقاعد في فرنسا؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. من الطبيعي أن تصاعد المظاهرات والإضرابات كانت متوقعة نتيجة تمسك وإصرار الرئيس ماكرون ورئيس الحكومة إليزابيث بيرن على قانون رفع سن التقاعد للـ 64 عام، وأمام قدرة النقابات الموحدة هذه المرة منذ سنوات طويلة على التعبئة والتحشيد لمواصلة الاحتجاجات. واليوم في كانت بباريس والمدن الفرنسية الأخرى تظاهرات ضخمة، النقابات العمالية تتحدث في باريس عن أكثر من نصف مليون متظاهر، وهناك فعلا استطلاعات للرأي العام الفرنسي كلها تشير إلى رفض واسع لقانون الإصلاح لسن التقاعد الذي تقترحه إليزابيث بورن والرئيس ماكرون. طيب بعيدا عن حسابات المشاعر والضغوط الشعبية، كيف تتحدث أو ما الذي تتحدث عنه التقارير الاقتصادية المنشورة في الإعلام الفرنسي أو المؤسسات الاقتصادية في فرنسا، يعني بصفتك رئيس تحرير مجلة كل العرب؟ الوضع الاقتصادي طبعا متدهور جدا في فرنسا، يعني هذه الأزمة بدأت تتصاعد منذ أزمة الكورونا وتفجرت أكثر مع الحرب في أوكرانيا، وهيدي لها جوانب متعددة تتعلق بالتضخم على الصعيد المالي العام، وأيضا على يعني ارتفاع عدد العاطلين على العمل وإقفال آلاف الشركات في فرنسا أبوابها نتيجة فقدان سوق العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وأمام أيضا الإغراءات الأمريكية لرؤوس الأموال في أوروبا لجذبها إلى الاقتصاد الأمريكي وإلى العمل
من خلال أمريكا، من خلال التسهيلات الائتمانية التي قدمتها والتي أيضا اعترضت عليها حين فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، ولكن القرار كان تاعهم هو الاستمرار في ذلك. هل يمكن أن نتوقع إلى أين ستتجه الأمور، خاصة وأن هذا المشروع هو يتم التصويت عليه الآن في الجمعية الوطنية الفرنسية، ولكن في المقابل هناك تصعيد ربما يشل الحياة بحلول مارس المقبل في فرنسا؟ صحيح، لأن النقابات ما تزال تتوعد بمزيد من التصعيد في الإضرابات والمظاهرات وتصعيد أعمال التظاهرات أيضا. الخوف يتشكل من عدة نواحي. أولا الخوف من عودة السترات الصفراء إلى شوارع باريس، مما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف داخل الشوارع. أيضا هناك تخوف من انضمام طلاب الثانويات. الطلاب الثانويات من المعروف أنه عندما يشاركون في تظاهرات في الشوارع، ولأنهم دون السن القانوني، فإنهم يقومون بأعمال عنف ضد الشرطة. وأيضا هناك اليسار المتطرف، اليسار الفرنسي المتطرف الخبير بالصدامات مع رجال الشرطة الفرنسيين. ومن هون في هناك دعوات كتير للحكومة الفرنسية لإيجاد مخرج إذا لم يكون عبر إلغاء قانون سن التقاعد بشكل كامل، وإنما إلى إجراء إصلاحات جدية ضمن هذا القانون، وليس شكلي كما اقترحت منذ عدة أيام السيدة إليزابيث بيرن بتخفيض سن التقاعد ل 63 سنة فقط لمن هم بدأوا بالعمل بسن 20 أو 21 سنة، اللي تبين أنه لا يشمل إلا شريحة ضيقة من المجتمع الفرنسي لا تتجاوز 30 ألف شخص. من هون في دعوات جادة من القوى السياسية الفرنسية لإجراء إصلاحات وتعديلات أساسية على القانون المقترح، خوفا من تصعيد العنف في الشوارع وإلى مزيد من التردي نتيجة ذلك للوضع الاقتصادي في فرنسا. ألا يرسل ذلك أي إشارة سلبية للتيارات المناهضة لهذا القانون بأن الحكومة غير عابئة؟ حتى لو دخلت في مفاوضات فإنها تبدو غير جادة، واقتراحاتها تبدو شكلية وليست جوهرية للمطالب التي يطالب بها المحتجون؟ صحيح صحيح، هي المقترحات اللي قدمتها قبل عدة أيام إليزابيث بيرن كانت جدا سطحية وجدا هامشية، ولا يعني تلامس حقيقة الأزمة وحقيقة مطالب النقابات العمالية التي توحدت هذه المرة منذ أكثر من 10 سنوات. تتوحد جميع النقابات الفرنسية في التظاهرات وفي الدعوات إلى الإضرابات العامة التي تشل البلاد بشكل فعلي، خاصة يعني انضمام طلاب الثانويات والمدرسين والأساتذة وحتى مراقبين النقل الجوي دخلوا في شاركوا في هذه الإضرابات. والآن هناك قوى سياسية فرنسية ولو كانت غير ممثلة بشكل قوي داخل البرلمان الفرنسي، ولكن لها حضور سياسي في الشارع الفرنسي، تتجه إلى أيضا التحشيد ودعم النقابات العمالية في التظاهرات والإضرابات للمطالبة بإلغاء أو إجراء تعديلات أساسية على القانون المقترح لرفع سن التقاعد ل 64. وهناك مقترحات يعني تتناول خاصة العمال الذين يمارسون الأعمال المهنية القاسية والصعبة، مثل عمال سكك الحديد والجسور والأنفاق وعمال البلديات وعمال النظافة، وهي اللي بتبذلوا فيها جهود فعلا كبيرة. شكرا لك السيد علي المرعبي، الكاتب والباحث السياسي ورئيس تحرير مجلة كل العرب. عود إلى مرسيليا ومراسلنا خالد شقير. خالد، أهلا بك من جديد، ما الذي يدور لديك في الاحتجاجات، وأيضا ماذا لدينا من معلومات حول المصادمات التي كانت قد اندلعت في شوارع باريس بين قوات الأمن والمحتجين؟ ما زالت رغدة أجواء الصدامات ما بين قوات الشرطة الفرنسية وبعض من العناصر التي تم وصفها بالمشاغبة مستمرة. في هذا الوقت ينصرف هنا المتظاهرين من خلفي في مدينة مرسيليا. تظاهر اليوم حسب المنظمين أكثر من 150 ألف
متظاهر بالمدينة الثانية. الآن ينصرف المحتجون هنا في مدينة مرسيليا بعد أجواء فيها الكثير من الموسيقى على خلاف ما حدث تماما في العاصمة الفرنسية باريس. لا يوجد حديث هنا عن صدمات مع قوات الشرطة، الشرطة الفرنسية تراقب الأمر هنا بهدوء شديد، ولكن الأجواء تبدو ما زالت ملتهبة في بعض من الأماكن في العاصمة الفرنسية باريس. بعض من العناصر التي تم وصفها بالمخربة، من المعروف أن آخر تظاهرة كان تم إيقاف حوالي 17 فردا فقط من قبل الحكومة الفرنسية أو الشرطة الفرنسية. الشرطة الفرنسية وفرت 10,000 عنصر شرطة ودركي لمراقبة الأوضاع على الأرض، ومنها 4,000 فقط في العاصمة الفرنسية باريس. ما أستطيع القول على أن هذه التظاهرة بكل الطرق هي تظاهرة ناجحة، استطاعت الفيدراليات العمالية والأحزاب اليسارية فيها الاحتفال بهذه التظاهرة، والاعتراض على الحكومة الفرنسية زادت الأعداد بسبب الطقس وبسبب أيضا عدم وقوع الأحزاب الفرنسية اليسارية والفيدراليات العمالية عدم المطالبة بالإضرابات. وفر المواصلات والتحرك بصورة كبيرة جدا للفرنسيين للمشاركة كأسر في هذه التظاهرة. ما أستطيع القول على أنني اليوم رصدت بكاميرا القاهرة الإخبارية وجود الأطفال والشباب والشيوخ والنساء والكبار في هذه التظاهرة، وأن معظم المدن الفرنسية زي تولوز وليل وبوردو وليون ومرسيليا لم تحدث فيها الصدمات التي هي تحدث الآن في العاصمة الفرنسية باريس. ما زالت أجواء الشد والجذب ما بين الحكومة الفرنسية من ناحية التي تريد نقل هذا الصراع إلى البرلمان الفرنسي، صراع ساخن، ولكن يبدو أن النقابات العمالية ستحرك الشارع في الأيام القليلة القادمة، ويبدو إذا لم تستجيب حكومة إليزابيث بورن أن يكون هناك شلل تام في البلاد في 7 مارس القادم. هل هناك معلومات خالد حول ربما تعليمات أمنية من الأجهزة الأمنية في فرنسا لطريقة التعامل مع المحتجين الغاضبين في الشوارع؟ لأنه يبدو أن المشهد كما ذكرت يتجه إلى التصعيد، والشارع الفرنسي خلال الفترة الماضية شهد الكثير من هذه الحوادث العنيفة بين المحتجين وقوات الشرطة. التخوف هو من هذه المصادر وعودة السترات الصفراء وجماعة البلاك بلوك، هذه الجماعة التي تم وصفها أن بعض منها ينتمي إلى أقصى اليسار الفرنسي والبعض الآخر ينتمي إلى أقصى اليمين الفرنسي، وهناك تخوفات بيتم رصدها من خلال الاستخبارات الداخلية. ولكن ما أستطيع أن أقول عليه رغدة ونؤكده للسادة المشاهدين بأن النسبة لا تزيد عن 5% من أعداد المشاركين أو حتى 2% هي من تقوم بعملية الشغب بعد انتهاء المسيرات. من المعروف أن المسيرات بيتم تحديد مكانها ووقتها، وعندما يتعدى الوقت بتتدخل قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين. ترين من خلفي ما زالت هناك أعداد حوالي 1,000 أو العشرات من المئات متواجدة، ولكن في كل مرة في المدينة الثانية في مارسيليا بيتم الخروج من هذه المسيرة بسلام. قوات الشرطة تراقب نعم على يساري الوضع بهدوء شديد، ولكن الأمر يبدو صعبا للغاية في العاصمة الفرنسية نعم باريس. خالد شكرا لك. خالد شقير مراسلنا من مارسيليا في فرنسا. ونذكر بأن الصور التي كانت على الشاشة كانت قادمة من شوارع باريس، حيث مصادمات بين قوات الشرطة الفرنسية والمحتجين على إثر يوم احتجاج هو الرابع احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. نهاية هذه التغطية ونافذتنا مفتوحة لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. ونذكركم بأنه للمزيد بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت ومتابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ومتابعتنا على التردد المعتاد 11747. هنا القاهرة عاصمة الخبر، نشرة الأخبار على رأس الساعة. إلى اللقاء.